الجنود الروس في المستنقع السوري أخيراً. روسيا التي أدركت أن طيران العالم كله لن يغير المعادلة العسكرية على الأرض، أسقطت فكرة الانتصار في حرب خاطفة وقررت اختبار جهوزية سلاح مشاتها في جبال اللاذقية. معارك اللاذقية تبدو الاختبار الأسهل للروس رغم مقاومة الثوار الكبيرة، لكن كيف ستكون النتائج إذا فكر الروس برمي جنودهم في معركة حلب وإدلب التي يعاني فيها النظام الأمرين؟ وهل قرر بوتين المخاطرة بحياة الجنود الروس؟ وما هو ثمن التوابيت التي ستعود محملة إلى موسكو؟ خاصة أن الدخول إلى سوريا هذه الأيام ليس كالخروج منها. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا. وفي المحور الثاني، بعد أسبوع من سحبهم إلى جيش الأسد، شباب قُصّر قتلى على الجبهات، وسلمية ترفض خدمة أبنائها في قوات النظام خارج حدودها. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث واصل بشار الأسد فلسفته الكلامية خلال مقابلة جديدة له مع قناة فينيكس الصينية، حيث أخبر الصحفية التي أجرت اللقاء معه أنه مستمتع في كونه رئيس أكثر بكثير من كونه طبيب، رغم عدم عمله بمهنة الطب إطلاقاً. حتى عندما كنت طبيبا كنت أعمل في القطاع العام ولم يكن لدي عيادتي الخاصة، وهكذا فإن كوني رئيسا يعني أني أعمل في القطاع العام لكن على نطاق أوسع. في الواقع فإن العمل في القطاع العام ومساعدة عدد أكبر من السوريين أكثر أهمية بالنسبة لي من اختيار المهنة التي أعمل بها، لكني لا أعتقد أن عمل الرئيس هو مهنة، إنه خدمة عامة، وهكذا فإن جوابي لا. أنا الآن أستمتع أكثر بكثير عندما أقدم المساعدة لشريحة أوسع بكثير من المجتمع السوري مما لو كنت طبيبا أعمل في قطاع واحد. كما لم يفوت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقاء بشار الأسد، وكعادتهم تناولوه بسخرية. نتابع. نتعرف عليك. اسمي إيرلندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك إن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب وإيه لو سمحت؟ غصب لأن غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي وراح حاططني من كتفي. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ ده سعاده حضرة المزمزين، هو كل اللي لقيته في علبه شنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاتهام. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كوخه، عايزني اطلع طيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أن هناك سوقا سوداء باتت تشهد ازدهارا ملحوظا لجوازات السفر السورية المزورة. الصحيفة في تقريرها أكدت نقلا عن مسؤولين ألمان أن ثلثي طالبي اللجوء الذين قدموا إلى دول الاتحاد الأوروبي ليسوا سوريي الأصل، وإنما معظمهم عراقيون وأفغان وكوسوف، إلا أنهم اضطروا للاستعانة بجوازات سورية مزورة للحصول على امتيازات اللاجئ السوري. واختتمت الواشنطن بوست تقريرها بتحذيرات من تفاقم انتشار ظاهرة التزوير على نطاق واسع. عممت حكومة النظام على جميع مؤسساتها ضرورة موافاة وزارة العدل بأرصدة الحسابات العائدة لها والمجمدة في الخارج في حال وجودها، وتحديد الدولة التي توجد فيها تلك المبالغ واسم البنك، ليصار إلى استكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة منها أصولا. تعميم النظام أتى بناء على قرار لوزارة العدل يتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع رؤية قانونية استراتيجية بهدف الحفاظ على أموال المؤسسات لدى عدد من المصارف العربية والأجنبية. وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ذكرت مؤخرا أنه يجري التنسيق للإفراج تدريجيا عن حسابات مصرفية مجمدة لحكومة النظام في الخارج من أجل شراء أغذية.
وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الفردية والرشاشات في مدينة اللاذقية بين أفراد ميليشيات وعصابات الشبيحة التابعة معا لنظام الأسد. الاشتباكات تركزت بالقرب من دوار الزراعة في مركز المدينة واستمرت لمدة 6 ساعات حتى مطلع الفجر، ما أدى لإغلاق المحال التجارية والمطاعم وهروب المدنيين من الشوارع. وذكر أحد المدنيين لموقع أورينت نت أن حتى دوريات الأمن والشرطة هربت من الموقع وتركت الشبيحة يشتبكون فيما بينهم. والنصوريا مستمر ولكن بعد لحظات.